مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. إن حياتي وحياتك مثل قصة إن طالت أو انكسرت، معي في الأستوديو المرنم الحلو منير حبيبي. قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. في قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت كما هو مكتوب أمامك على الشاشة، أو عن طريق الاتصال التليفوني، أو عن طريق السكايب، أو عن طريق الفيسبوك. بكل الطرق يسعدنا الاتصال معاك، وبنقدر كل مقترح بيوصلنا. بشكر بشكل خاص المشاهدين اللي أرسلوا لينا آرائهم عن طريق فيديو بيعرض كمان، وبنقدر كل توجيهات المشاهدين، لأن هدفنا الأول والأخير هو مجد ربنا في حياتك وفي حياتك أخويا المشاهد أختي المشاهدة. قصتنا النهاردة قصة حلوة حقيقية محبوبة جدا لقلبي بعنوان هنري مورهاوس. ويمكن تكون سمعت اسم هنري مورهاوس من قبل في قصصنا، يمكن لما اتكلمنا عن الراجل اللي اسمه إيك ميلر، الراجل العامل بتاع الفحم، وإزاي اتغيرت حياته في وعظة من وعظات هنري مورهاوس. لكن النهاردة أنا عايز أشاركك عن هنري مورهاوس نفسه، وكان بيقول إيه عن السلام الحقيقي اللي غمر حياته. ولد هنري مورهاوس سنة 1850، وكان سنه 17 سنة لما تقابل مع الخادم الشهير مودي، خادم الرب اللي كان بيخدم في شيكاغو واللي أسس مودي إنستيتيود. ولغاية دلوقتي إذا بتروح شيكاغو بتلاقي كنيسة مودي، وبتلاقي كل الأعمال العظيمة اللي عملها مودي ما زال أثرها موجودة. اتقابل مع مودي لما كان مودي بيخدم في لندن في دار الإرسالية. ولما هنري مورهاوس كان سنه 17 سنة وسمع مودي بيوعظ بكل جنتلة وبذوق، مودي كان كبير في السن، راح قال له حاجتين. قال له أنا نفسي أخدم عندك في شيكاغو. فطبعا ليه ولد صغير يعني كأنه في الصف الثاني الثانوي، قال له طب بتعالى شيكاغو كده يعني. حاجة تانية قال له معلش هقول لك حاجة، أنا فرحان جدا بالقصص اللي بتحكيها في الوعظة، بس حضرتك بتركز على آية واحدة. لو ركزت على الكتاب كله، كل آيات الكتاب، واستغليت القصص هتكون شيء عظيم جدا. في البداية اتضايق مودي. المهم بعد وقت مودي كان غايب، وصل جواب للكنيسة ان هنري مورهاوس جاي، فقال لهم مودي استقبلوه، خلوه يوعظ يوم او اتنين، اذا وعظ حلو ماشي، واذا بدأ شاب صغير والكنيسة كبيرة يحضروه الاف، اذا ما وعظ واحد شيخ كده يقول له تحصل فحصن عائلات وينزله بجنتلة كده. وبدأ يوعظ من يوحنا 3:16 هنري مورهاوس. اول ليلتين مودي ما كانش موجود، وسمعوا الخمس ليالي اللي بعد كده. يقول مودي في مذكراته الدموع كانت تنهمر من عيني بغزارة، وأنا أسمع حق الإنجيل من خلال هذا الشاب اللي كان في السبع أيام بيوعظ من الآية اللي بتقول هكذا أحب الله العالم، يوحنا 3:16. وقال أنا تعلمت أن أستخدم الكتاب المقدس كهيكل لعظاتي بعد ما سمعت هنري مورهاوس، بعد ما كنت أستخدم القصص كهيكل للوعظات بتاعتي. مرت السنين وحصل حريق شيكاغو الشهير، ورجع هنري مورهاوس وقال لهم المبنى القديم اتحرق، بس الآية بتاعتي ما اتحرقتش، وبرضو وعظ من يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم. حتى إنه قبل ما يفارق الحياة وكان عنده ابن وحيد، والولد بعيد عنك مشلول، لكن قال له يا ابني أنا أثق في الله إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ثق في الله نظيري لأنه هكذا أحب الله العالم، ورقد وذهب إلى السماء. اللي عايز أقوله لك في قصة النهاردة بخصوص هنري مورهاوس،
انه هو بيعلق على كلمة كل من، الآية بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. رح حط تحت كلمة كل من خط بالقلم الرصاص وأنا عايزك تعمل زيه، وكتب هنري مورهاوس. وعظ الوعظة كده، هكذا أحب الله هنري مورهاوس حتى بذل ابنه الوحيد لأجل هنري مورهاوس لكي لا يهلك هنري مورهاوس الذي يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بعض الناس قالوا أنت بتزور الآية، قال لهم بالعكس، يا ريت يعني الآية موجودة كل من أفضل كتير جدا من لو كان اسم مكتوب فيها. وحكى لهم قصة سأحكيها ليك بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. الترنيمة اللي مطلعها بيقول حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت لكي يعلموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني الأثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي ردي كشاة تساق إلى الذبح صرت وكاللص صرت أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداك فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهديه طول الحياة لك القلب أهديه للحياة. تدق يداك بدلا من يدي، هكذا رنم لنا مرنمنا الحلو منير حبيب. تدق يداك فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله. نعم، هذه الترنيمة الحلوة تحكي قصتنا في هذه الحلقة اللي بعنوان هنري مورهاوس، هذا الشاب اللي ظل يخدم في يوحنا 3:16 الآية قلب الإنجيل 7 أيام في كنيسة مودي، وكان سنه صغير، كان سنه 17 سنة، وبعد حريق شيكاغو رجع
وقال احترقت الكنيسة واتبنت من جديد، بس الآية بتاعتي ما زالت. هنري مورهاوس في أحد عظاته وضع اسمه بدال كل من، وأنا هقرأ لك الآية لما حط اسمي، وأرجو أنت كمان تحط اسمك في يوحنا 3:16. لو ما عندكش كتاب مقدس ارسل لي، سأرسل لي كتاب هدية مجانية. قال المسيح: لأنه هكذا أحب الله زكريا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك زكريا الذي يؤمن به، بل تكون لزكريا الحياة الأبدية. هو عملها كده هنري مورهاوس، لأنه هكذا أحب الله بدل العالم، حط هنري مورهاوس، حتى بذل ابنه الوحيد بدلا من هنري مورهاوس لكي لا يهلك هنري مورهاوس الذي يؤمن به. القصة اللي وعدتك قبل الترنيمة أقولها لك، أني مرة بعتوا له آلة كاتبة، اشترى آلة كاتبة وبعتوها له في البريد، فبدل ما تجيله ما جاتش. رجع تاني للشركة قال لهم أنا الآلة اللي اشتريتها منكم ما جاتش، فقالوا له مش أنت هنري مورهاوس، احنا بعتناها لهنري. تنوروا هم على في الـ في الـ في, الـ في الكتب، لقوا عنوان لهنري مورهاوس آخر، في واحد تاني اسمه هنري مورهاوس في أمريكا، طب في لندن، وبعتوا له. قال أشكر ربنا، لو كانت الآية يوحنا 3:16 مكتوب فيها هنري مورهاوس ما كنتش هبقى في سلام وأمان زي ما مكتوب فيها كل من. كلمة كل من أضمن، مرة رابعة ولا خمسة أذكرك بالآية، لأنه هكذا أحب الله العالم، وإنت وإنت وأنا من العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من. كل من دي كلمة شاملة كاملة تحضن كل الناس اللي جايين. لو جيت للرب يسوع، لو آمنت بما عمله على الصليب بدلا منك، هتحط اسمك بدال هنري مورهاوس وبدال كل من. حط اسمك معايا، هقولها مرة كمان، لأنه هكذا أحب الله. حط اسمك. مش مصدق؟ هتقولي بس أنا ظروفي صعبة. معقولة ربنا بيحبني؟ دليل حب الله مش ظروف الحلوة ولا الوحشة، إنه بذل ابنه علشان. حط اسمك. لأنه هكذا أحب الله، سمعني أنا بسمع ورا الشاشة، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك، حط اسمك، الذي يؤمن به، بل تكون، حط اسمك لفلان، الحياة الأبدية. وعد من الله مجاني. حط اسمك تحصل على الحياة الأبدية هنا. يعني ايه الحياة الأبدية؟ الحياة الأبدية مش بس معناها ان نكون مع الله في السماء، لكن كما موجود في رسالة يوحنا الأولى، يسوع المسيح هو الحياة الأبدية. تحصل على المسيح هنا، تتمتع بصفات المسيح، بحلاوة المسيح، برفقة المسيح، بالشبع بالمسيح هنا على الأرض، وتكون معه إلى أبد الآبدين في السماء. أتمنى ليك مع هنري مورهاوس حياة في ملء البركة، الحياة الأبدية، تتمتع بالمسيح هنا وهناك. إلى حلقة قادمة من برنامج حياتك. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في القصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج: حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطا، أراك حبيبي بذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله، أراك حسبت مع الآثمين فتاة. لأنه هكذا أحب الله، سمعني، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك، حط اسمك، الذي يؤمن به، بل تكون، حط اسمك لفلان، الحياة الأبدية. حط اسمك تحصل على المسيح هنا، تتمتع بصفات المسيح هنا على الأرض، وتكون معه إلى أبد الآبدين في السماء. إذا كنت أنت الإله لتنجو، إذا كنت أنت